كيفما يتغير ترتيب أثرياء العالم، يبقى هؤلاء من أصحاب المليارات. وقد تستغرب أن بعضهم لا يزال يعيش في منزل صغير حيث ترعرع. فأين وكيف يعيش المليارديرات الأمريكيين؟ أغنى رجل في العالم للعام 23 مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، والتي تقدر ثروته ب 81 مليار دولار، يعيش في ولاية واشنطن في منزل يطل على البحيرة. غيتس اشترى المنزل بمليوني دولار وأجرى عليه تعديلات، كما جهزه بأحدث التكنولوجيا ليتخطى سعره اليوم 170 مليون دولار. انتعاش أسعار أسهم شركات التكنولوجيا في الفترة الأخيرة أكسب الثاني أغنى رجل في العالم مؤسس والرئيس أمازون جيف بيزوس أكثر من 20 مليار دولار فقط هذا العام، لتقفز ثروته إلى 67 مليار دولار. بيزوس البالغ من العمر 52 عاما يمتلك عددا كبيرا من العقارات، ويتنقل في السكن بين منزله في ولاية واشنطن ومزرعته في تكساس وشقتيه في نيويورك وبيفرلي هيلز. صديق غيتس وارن بافيت تقدر ثروته ب 65 مليار و 500 مليون دولار، ورغم أنه من ملاك العقارات الفخمة حول العالم، معروف عن بافيت أنه يعيش حياة بسيطة ولا يزال يقطن في المنزل الذي ترعرع فيه في أوماها نبراسكا، والذي اشتراه عام 1958 ب 32 ألف دولار. في المركز الرابع يأتي مؤسس ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ بثروة تتخطى 55 مليار و 500 مليون دولار. زوكربيرغ اشترى منزله بمبلغ 7 ملايين دولار في بالو ألتو في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، كما اشترى 4 منازل مجاورة بسعر 44 مليون دولار للحفاظ على خصوصيته. في حين أن مؤسس أوراكل لاري أليسون الذي يتخطى رصيده 49 مليار دولار اشترى حيا كاملا في ماليبو كاليفورنيا، ويملك فيلا في اليابان وجزيرة في هاواي اشتراها ب 500 مليون دولار عام 2012، بالإضافة إلى عدد كبير من العقارات في الولايات المتحدة. ما يجمع هؤلاء الأثرياء ليس الأموال فقط، وإنما الخطط المستقبلية، حيث يعتزم معظمهم التبرع حتى 90% من ثرواتهم لجمعية خيرية حول العالم.